19 يناير، مخرج الروائع يحيى العلمي، من مواليد الزقازيق سنة 1941. بعد تخرجه من كلية الحقوق سافر لإنجلترا وألمانيا علشان ياخد دورات تدريبية في الإخراج التلفزيوني. ابتدى العلمي مشواره الفني اللي استمر حوالي 30 سنة من الإبداع من خلال مسلسل أشجان، وفي خلال مسيرته أخرج أكتر من 60 عمل، منهم مسلسلات دموع في عيون وقحة، رأفة الهجان، وأفلام زي خليل بعد التعديل وتزوير في أوراق رسمية، ده غير مسرحيات زي الزيارة انتهت. وجنب الإخراج كتب العلمي السيناريو والحوار لأكتر من عمل زي شلة الأنس، المرأة التي غلبت الشيطان، وكمان كان المنتج المنفذ لأكتر من عمل زي مسلسلات النديم وأدركني يا دكتور، وأفلام زي حبيبتي من تكون وقدر امرأة.